الجيولوجيين مرجعيتهم الكبرى دايما كتاب دكتور رشدي سعيد جيولوجيا مصر. يقال انه الكتاب ده هو اهم كتاب من بعد كتاب دكتور رشدي سعيد من اكتر من 30 سنه. طب ان اذنتي لي حضرتك، يعني لو احنا بصينا للجيولوجيا في مصر، بدات مع بدايه انشاء هيئه المساحه الجيولوجيه المصريه كتاني اقدم هيئه مساحه على مستوى العالم سنه 1896. ايه ده؟ دي تاني يعني في عندنا هيئه المساحه الجيولوجيه البريطانيه اللي هي البريتش جيولوجيكال سيرفي، وجاء بعدها مباشره اللي هي هيئه المساحه الجيولوجيه المصريه، وكان بيترأسها في فتره في البدايه علماء من بريطانيا لحد ما جاء يعني اقدم عالم عربي وهو حسن باشا صادق، بالمناسبه هو جيولوجي، تولى وزاره الحربيه وزاره المعارف، وكان يعني مرجع وكان حجه في علم الجيولوجيا او علوم الارض. طبعا هيئه المساحه الجيولوجيه ليها دراسات رائده الحقيقه، وبعدين توجت بكتاب المرحوم الاستاذ الدكتور رشدي سعيد في سنه 1990. انا عاوز اقول ان الكتاب كتاب استاذنا الدكتور رشدي سعيد مثل خطوه من الخطوات البحثيه. طبعا اعقب الكتاب ده بعد 30 سنه كتاب اخر مبني على ريال ديتا، على تكنيكس جديده، على مفاهيم جديده، على نظريات جديده، فبالتالي برضو الكتاب بدا يحطنا في تصور مبني على استخدام التقنيات الحديثه في البحث والتنقيب، سواء عن المعادن او عن الموارد الاخرى زي الاويل والناتشورال جاس، الزيت والغاز الطبيعي اللي احنا بنقول عليهم البترول الاسم التجاري، او الجراوند ووتر اللي هي المياه الجوفيه، او الجيوثيرمال هيت اللي هي الطاقه الحراريه الكامنه في باطن الارض، او المفاهيم عن هزات زلزاليه ممكن تحصل، ايه الاماكن النشطه وايه الاماكن اللي ما هياش نشطه. الكتاب ده اخذ وقت قد ايه ليتم تجميع كل النتائج البحثيه اللي طبعا اخذت سنين من اصحابها، انما تجميعها كلها في الكتاب ده اخذ وقت قد ايه؟ خد 4 سنين ونص. ليه؟ لانه برضو المؤلفين زي ما حضرتك شايفه حوالي 63 عالم من مصر ومن دول اخرى، كون ان احنا نحاول نعمل اديتنج وعمليه يعني تجانس، فلا بد ان يكون في تسلسل منطقي في عرض النتائج العلميه حتى في الفصول المختلفه. عشان كده حضرتك الكتاب مبني على جزئين اساسيين، جزء بيتكلم عن توصيف وتصنيف هذه الوحدات الصخريه او المتكونات الصخريه اللي بنسميها الفانيروزوي او ظاهر الحياه، وبعدين يجي الجزء الثاني بيتكلم عن موارد أرضية متاحة عندنا في الكتاب. من 1990 لحد النهارده حوالي 30 سنه المفاهيم اتغيرت، النظريات بدات تتطور، فكان لابد التكنولوجيا نفسها. يعني كان في ايام 1990 كان بيعتقد ان مصر ما فيهاش اي يعني موارد معدنيه وخصوصا الذهب. هاي بتقول انه باستخدام تقنيات اخرى لا، لقينا انه في احتماليات وجود الذهب اكبر بكتير مما كان ممكن ما هو متخيل في التسعينيات. ايه كمان؟ لا حضرت مثال باستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور مرتضى العارف، باعتباره الاكبر سنا من المشاركين في الكتاب، هو كتب الفصل رقم 18، هو حاليا رئيس شركة الحديد المصرية. فلو انا بصيت للي كتبه الدكتور مرتضى، هو ترجم قرابه يعني 50 سنه من البحث والتنقيب والفكر العلمي المبني والاشراف على رسائل علميه، فحط لنا الكلام ده كله في الفصل رقم 18.
فالفصل مثلا أي باحث من الشباب الباحثين أو من الباحثين الأجانب أو غيره لابد أن يعتبر مرجع أساسي بالنسبة له في دراسة الخامات والموارد المعدنية المرتبطة بالفانيلوزوي أو ظهر الحياة اللي عندنا. يعني بتكلم عن حديد، بتكلم عن منجنيز، بتكلم عن فوسفات، أي شيء لابد أن نرجع لهذا الفصل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.